حسام، الله تبارك وتعالى عنده شمال ولا لا؟ السلام عليكم ورحمة الله. كم سامع؟ لعلي إن شاء الله الأستاذ ميسن يجيب، ولا يعني إن شاء الله يجيبني عشان لا أطيل يعني. إذا جاوب على حد جواب، جاوب على سؤاله وأنا أجاوب على سؤاله. هل الله عنده شمال؟ كلمتك الأول. هل الله عنده شمال؟ هل الله عنده شمال؟ هل الله عنده شمال؟ نعم. قال نعم إخواني. قال نعم أن الله عنده شمال. بقول نعم أجيب يا أستاذ وعد. نعم أجيب إن شاء الله. طيب الأستاذ وعد، الأستاذ ميسم، هل الله عنده الشمال؟ هل الله عنده الشمال؟ هل الله عنده الشمال؟ المقاطعات تركني راح، مش عارف المقاطعات تركني. خلينا جاوب على السؤال ده، جاوب على السؤال وأنا جاوب عن سؤالك. جاوب عن سؤال حج وعد، أنا جاوب عن سؤالك يا عم. طيب خلينا ناخد مداخلتنا، خلينا ناخذ جواب على سؤال حج وعاد وانا اجيب عن سؤالك. يا حسام ليش تتجاهلني؟ ليش تتجاهلني؟ ليش مو سالتك؟ شو اخوي هو خوفه وخلاص يا اخوه، مش عايزين نتكلم. قل لي انزل وامشي وخلاص. يا غير نظام، غير نظام، اكو نظام يا عمي، غير اكو نظام. يا حسام في نظام ولا ما في نظام؟ نظام حج وعاد سالك سؤال، جاوب عن سؤاله وانا راح اجاوبك عن سؤالك. نعم. انت ليه بتخاف يا استاذ ميسم لما اطلع؟ ليه؟ عمي والله ابي اخاف من الذبانه هاي، شوف الذبانه هاي اخاف منك. الله وكيل. هنا حسام لا تضيع الوقت، تفضل كم دقيقه للباقي. اخاف هاي الذبانه تفهمني، اخاف منك. الله وكيل. اريد اجاوب. اكو شيء اسمه نظام يا حسام، في شيء اسمه هو نظام. سالك حاج وعد، شوف يتكلم حتى ما روحه ما يسمعني. يلا اسال سؤالك. يلا ماشي ماشي، راح نمشي لك. اسال سؤالك تفضل، اسالني. يلا اسالني. الأستاذ ميسم، الأستاذ ميسم قال والله لأبعثن يا أستاذ اسمع، طيب لأبعثن لكم رجل كنفسي، وقال ترك المباهلة وأنفسنا هو علي بن أبي طالب. إذن فهمنا من هذا أن علي بن أبي طالب هو نفس رسول الله. ذهبنا إلى قول الله تعالى فما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا. هل أطبق القاعدة التي تتقول بها يا أستاذ ميسم، سيئة فمن نفسك، أي من علي بن أبي طالب؟ وهذا الخطاب، الخطاب هذا للنبي، الخطاب للنبي. نعم للنبي. يعني النبي بعدها أدو أبقى وياي، لا تشوش على الحوار لين كلام. هل النبي يرتكب السيئة؟ تعالى نجيب، نجيب بقوله تعالى وما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. أكمل الآية. من نفسك مو من نفسك. للناس رسولا. أدعي النبي يا ابن العم، أنا سألتك سؤال. لا الله. نعم هذا قول الله. أنا الآن أسألك سؤال، أسألك سؤال. النبي يرتكب السيئات ولا لا؟ لا، من علي بن أبي طالب على مباني الشيعة. لا لا، أنت هاي الآية إيه حتى نطبقها يا ابن العم؟ حتى سؤال بسؤال. أنت ليش لا أنا ما أسألك، أنا أقرر. رجل أفكك العبارات، رجل أنا أفكك العبارات. أنا حتى أجيبك بابا، حتى أجيبك. اسمع اسمع، حتى أجيبك. إهدأ إهدأ، أنا ليش كلامي سم؟ كلامي سم هو الكلام؟ خلاص إذا اسمعني، إذا كلامي مش سم اسمعني. الله لما يقول له انه تصيبك سيئة من نفسك، الان هل النبي الخطاب للنبي يعني النبي يرتكب السيئات تسلم؟ خلصت؟ لا لا بعدني ما خلص. تسلم؟ طيب لا لا انا ما سألتك، هذا تقرير لما تقول مش سؤال، هذا سؤال تقريري. هذا سؤالي انا بابا، في سؤال استفهامي بابا، سؤال استفهامي وسؤال انا ما اريد على الشيعة. تريد انزلك، تريد انزلك تخاف من تناقش معي؟ ايوه ليش تخاف انه اتناقش معك؟ ليش؟ طب ما تجاوبني انت، تسالني سؤال. انا ما سالك يا بشر، انا اقرر ما تقول. انت تقول اسمع يا اخ حسام، يا اخ حسام، يا اخ حسام، اخ حسام اسمع. أنت تقول، أنت تقول أن النبي صلى الله عليه وآله، أن النبي صلى الله عليه وآله يرتكب السيئات من نفسه. أنت ضربتني لا لا ما. بابا افهم، مو المسألة مو عناد.
اسمع ما أصابك اسمع ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. أنت تقول لي أن النبي يرتكب السيئات حتى أجاوبك. أنا ما أسألك، أريد أن أنتزع إقرارك حتى أجاوبك على إقرارك. أنا ما أسألك، فأسألك هل أنت تريد أن تقول أن النبي يرتكب السيئة والسيئة يا شيعة والنفس عندكم علي، فإذا السيئة من علي؟ لكن في البداية تقر أن الخطاب للنبي وأن النبي يرتكب السيئات؟ خلص قل لي جاوب عشان ابتدي. يلا تفضل. نعم، هنا يا إخوة الآية واضحة، تصيبك سيئة فإن أصابك، ما هو الجواب هو، أنت مش عايز الجواب؟ أي تصيب رسول الله سيئة أي أذى، مفهوم الكلام يعني عنه. يعني النبي يقع في السيئات صح؟ يصيبه الأذى كي يصيبه من الكفار والمشركين إلى أذى يصيبه. الآن اسمع، الآن الأذى هدو الآن السيئة اسمع اسمع أوقف أوقف، السيئة هي من الكفار ولا من نفسي؟ نعم، تصيبه هنا عندنا نحن السيئة إذا أصابته فمن الكفار. نعم، من لا. أنفسكم رسولا من أنفسكم. لحظة، أنت نعم. قلت السيئة الآن جاوبت عن نفسك، السيئة تصيبه نعم. الأذى اسمعني نعم. الآن وقعت السيئة تصيب من الكفار لا. زين شلون تطبق آية تتكلم عن الكفار وتقول إنه الكفار علي بن أبي طالب كافر لأنه هو السيئة تصيبه من علي؟ هذا على مباني الشيعة يا أستاذ. أنا على مبانيكم، على مبانيش اسمع، على ما من من علماء الشيعة مع المصدر قال أن علي هو الكافر كما أن الكفار تصيب السيئة للنبي أن علي من؟ تفضل أحسن. يلا نبدأ إن شاء الله. تفضل. دخلت أنا في بداية القول وسألت الأستاذ ميسم، قلت له حين من من الشيعة قال أن الكفار أن علي يندرج مع الكفار كما قلت وأنه من؟ مع المصدر، لا تهرب من السؤال. المقاطعة، أنا ما بهرب من السؤال، إذا كنت أنا سألت وأنت لم تجيب ولا الأستاذ ميسم اختفى يا أخواني والله عندما أفكك العبارات مع هؤلاء شفت الآن ماذا أصبح، ماذا جرى لهؤلاء. شوفوا من نفس الدليل اللي هو الآن قعد صفر، الآن قال لما قلت له هل السيئة النبي يرتكب السيئة؟ قال لا لا لا، السيئة معنى الأذى. طيب من الأذى؟ قال من الكفار. طيب ليش تطبقها على علي؟ قال إذا علي عنده كافر، قال لا أنا ما أقول. طيب مين اللي يقول؟ قال الشيعة. الآن أنا راح أسكت، من من الشيعة مع المصدر والصفحة قال أن عليا كالكفار يصيب النبي بالأذى؟ تفضل. هرب. لا لا سيرجع ان شاء الله، سيرجع. هو انا يعني يقول هو ما يجاوب، انا منتظر حد جواد يخلص والله العظيم. سيدنا اتركوا هذا اللعبه. شوفوا اخواني صدقوني، لمناقشه الوهابيه ما تحتاج، انت بس اسكت يكمل بس فكك ويا العبارات، لان هو الان ما يقدر يبلعها. إذا قال أن النبي يقع في السيئة سأسأله سيئة في الدين راح يتورط، فإذا الله بعث لنا نبي يرتكب السيئات في الدين وما يقدر يبلعها. إذا قال من الكفار فيلزمه أن عليا كافر وما يبلعها، وأنا خنقته، أنا خنقته فر هاربا، هذا عود يريد ينقض علي. الآن وين إنه الله عنده اثنين يد؟ وين الجواب؟ مو قال أجيبك وين الآن الجواب؟ الآن هو يقول أنتم تزعمون أن علي بن أبي طالب نفس رسول الله. أنا قرأت الرواية. سيدنا إذا تسمح لي بس، أنا أبقوا يا سيدنا الحبيب، أبقوا يا جميعا أخواني. كما تلاحظون انتهت المناظرة ولن يستطيعوا هذا ديدا، وأقول لكم حق لكم يا شيعة
أن تفخروا بإخوتكم في التجسيم، في الإمامة، في الفلسفة، في أي شيء، نحن أولاد علي بن أبي طالب عليه السلام. ألتقيكم في الحلقة القادمة، أبقوا معي، سنبث على التواصل الاجتماعي لكن من شاشة حجة الفضاء، يستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله، ولا تنسون والدي من صالح الدعاء. السلام عليكم. طيب الآن عفوا سيدنا، أنا اضطريت لأنه نسيت الوقت فسامحني. حيا الله الشيخ إبراهيم. الشيخ إبراهيم أنا سرور جدا بالتحاقك بنا، وكان بودي أنه قلت أنه ردنا نتكلم عن الحلقات اللي مضت. شيخ إبراهيم إحنا فتحنا جملة حلقات حول آيات قرآنية في ليكونوا مع الصادقين وهكذا، لكن الأخوة قلنا لو معطونا مصداق لهذه الآيات ما استطاعوا. سيدنا هذا عندي من عدي أخوة، تريد تتكلم لو أخذ لك؟ نعم نعم. الإلزام الذي أخوان شوف شلون تنقلب الطاولة عليه، بس مع الأسف هرب. الإلزام الذي أراد أن ينزلنا به، طيب يقول تبارك وتعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. هو ذول هل طبعا هم ذول اللي يكلموا من هم الصحابة، لأنهم ليسوا كفار بدليل الآية، يقول ويقول وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله. كفار ما يقولون هذه من عند الله، هذول الصحابة. وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. طيب إلى أن يقول ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. طيب الكلام مع النبي صلى الله عليه وسلم المراد به غيره. طيب الآن من باب الإلزام، إحنا ما نقول إن علي بن أبي طالب عليه السلام نفس رسول الله حقا وحقيقة، يعني استنساخ. لا، هو بيّن في الحديث يقول كنفسي، أي بمنزلة نفسه من، بمنزلة نفسه من، فلازمك لا يلزمنا. طيب ولكن هذا اللازم إذا قلبنا الطاولة عليك، الله تبارك وتعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يقول جعل لكم من أنفسكم أزواجا. إذن إذا ما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني من عائشة وحفصة. تقبل؟ إذا تقبلها أنت تشربها رجح لي. تقبل بهذا اللازم، ما أصابك من سيئة فمن نفسك، ها نفسك يعني عائشة وحفصة، لأنه يقول جعل لكم من أنفسكم أزواجا. لكن أنتم والله مخابيل، والله ما تعرفون شنو معنى النفس، ما تعرفون مراد الله تبارك وتعالى من معنى النفس. النفس هل هي السنخية؟ هل هي المنزلة؟ هل هي الجنس؟ جنس النفس، نفس النفس، شنو المقصود بالنفس في هذه العبارات في هذه الآيات القرآنية الكريمة؟ يلا اشربها. عائشة وحفصة هما السيئة، تفضل حج. وفي آية أخرى سيدنا، هم بس هي هاي العقول، الله تبارك وتعالى يقول وأن تصبهم حسنة يقولون هذا من عند الله، وأن تصبهم سيئة يقولون هذا من عندك، قل كل من عند الله، كل من عند الله. هي نفس الآية حجي، هي نفس الآية حجي، بس هو ما كمل. هاي نفس الآية أنا محضرها لك. والله رجع عليه قال ما أصابك، يعني تقول إنه ما أصابك. يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وأن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وأن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما والله وكيلك البارحة تكلم يا واحد الشيخ علي الدر، قلت له ذولا قافلين عقولهم وشامرين المفتاح بالبحر. الله وكيلك، لا فقه لا علم لا دين لا فلسفة، حتى بحرهم ماكو. تفضل أخونا من المغرب، من المغرب أظن أو الجزائر.